السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في القناة اللواحة. Welcome to the channel. تجدون في القناة قواعد النحو، حوار، خطابة، أشعار، أدب، أزحوكات، حكايات، مقالات، تعبيرات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هيا نبدأ الدرس. الدرس 130. عنوان درس اليوم: ما هو الإعراب وكم نوعا للإعراب؟ الإعراب، ما هو الإعراب في اللغة العربية؟ الإعراب هو الحركات على آخر الكلمة، فتحة، ضمة، كسرة. مثلا: كتاب مرفوع بالضمة، قلم مجرور بالكسرة، مكتبة منصوب بالفتحة. هذا يسمى إعرابا. كيف تعمل هذه الحركات ومتى تتغير حينا بعد حين حسب المحل والتراكيب العربية؟ هذا يسمى إعرابا. أنواع الإعراب: الظاهرية، التقديرية، المحلية. سوف نقرأ كل هذا على محلها إن شاء الله. الحركات: الحرف الذي تقع عليه الحركة. مثلا إذا كانت الحركة فتحة، فالحرف الذي تقع عليه الحركة يسمى مفتوحا أو منصوب بالفتحة. وكذا إذا كانت الحركة ضمة، والحرف الذي تقع عليه الضمة يسمى مضموما أو مرفوع بالضمة. هكذا إذا كانت الحركة كسرة، يسمى الحرف الذي وقعت عليه الكسرة مكسورا أو مجرور بالكسرة. والتشديد، والحرف الذي يقع عليه التشديد يسمى مشددا. هكذا التنوين، والحرف الذي يقع عليه التنوين يسمى منون. هكذا السكون أو الجزم، والحرف الذي يقع عليه السكون أو الجزم يسمى ساكنا أو مجزوما. المهم الأشكال، يعني ما الفرق بين الإعراب والأشكال. فالإعراب كما بيّنته، والأشكال وهي حركة كل حرف من حروف الكلمة. مثلا: كتاب، كي، كاف، كسرة، تاء، فتحة، باء، ضمة. هذه الحركات تسمى أشكال بالعربية. هكذا: قلم، قاء، فتحة، لام، فتحة، ميم، ضمة. هذه حركات تسمى أشكالا بالعربية. أرجو منكم المشاركة في القناة والضغط على زر الإعجاب والنقل إلى الآخرين. وداعاً.